الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه حمدا يحبه ربنا ويرضاه. اللهم لك الحمد كما حمدت نفسك وكما حمدك حملة عرشك وكما حمدك ملائكتك المقربون والأنبياء والمرسلون وعبادك الصالحون. يا رب لك الحمد حمدا لا يحد ولا يعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، له الأسماء الحسنى والصفات العلى جل جلاله، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صاحب الشفاعة العظمى. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق إلى لقياك وقلوب، وعليك ملء الأرض من صلواتنا وقلوبنا ذابت على ذكراك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله لنا ولمن كان قبلنا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فيا رب اجعلنا جميعا من عبادك المتقين ومن حزبك المفلحين، اللهم آمين. أيها الكرام، أيها الأحبة في الله، سنتحدث عن حديث ثبت في الصحيحين، حديث مشهور معلوم لدى كثير من الناس إن لم أقل الكل، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. لكنني سأتحدث عن كلمة واحدة فقط في هذا الحديث الشريف المنيف، لن أتحدث عن كل الحديث شرحا، بل كلمة واحدة هي ذكرت أيضا في القرآن الكريم، وهي خصلة ذميمة مقيتة غير مقبولة، بل يمجها الناس ويرفضونها، هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ائتمن خان. حديثنا عن الخيانة، والخيانة يا عباد الله هي الغدر ونقض العهد. لذا قال ربنا عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وأشد الناس فضيحة يوم القيامة هم الخائنون. قال صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. متفق عليه. وما القرآن يا عباد الله إلا عهود ومواثيق بين الله وعباده، وقد دعانا ربنا عز وجل إلى الوفاء، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأنواع الخيانة يا عباد الله أنواع كثيرة، أعظمها خيانة العقيدة، عقيدتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وللعقيدة نواقض كما أن للوضوء نواقض، ونواقض العقيدة أن تستحل ما حرم الله أو أن تنكر أمرا أمر الله به. قال تعالى:
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. والخيانة هنا هي خيانة الدين لا الفاحشة. قال ابن كثير رحمه الله إن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة وذلك لحرمة الأنبياء. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما، فكانت امرأة نوح تطلع على سر نوح فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به، وامرأة لوط فكانت إذا أضاف لوط أحدا أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء والفاحشة. وصلة الزوجية لم تنفع ولو كانت مع نبي. قال صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد سليني من مال الله ما شئت فإني لن أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه البخاري ومسلم. قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ومن الخيانة أيضا يا عباد الله خيانة الأعراض، وقد حرم الله جل وعلا الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه. قال تعالى ولا تقربوا الزنا، آية عجيبة في ألا يقرب الإنسان أسباب ودواعي الزنا. فإن الله لم يقل ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، أي لا تقربوا أسبابه ودواعيه فتقعوا فيه. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة يضعها رجل في رحم لا يحل له. رواه ابن أبي الدنيا. جاء فتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه، فقال صلى الله عليه وسلم أدنوا، ثم قال له أتحبه لأمك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال أتحبه لابنتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال أتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال أتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. رواه أحمد بسند صحيح. ومن الخيانة في الأعراض النظرة الحرام. قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا الرجل يدخل على أهل بيت وفيهم امرأة حسناء، فإذا غفلوا نظر إليها وإذا فطنوا غض بصره. والديوث أيضا يا عباد الله
محروم من الجنة، وهو الذي يرى الخبث في أهله ويسكت عليه ويقره. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث. رواه أحمد. والمسلم يتقي الله في اختيار الزوجة حتى لا تكون باب هم وحزن وقلق عليه، فاظفر بذات الدين تربت يداك، قاله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في صحيحه. ومن أنواع الخيانة أيضا خيانة الشخصية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال عروة بن الزبير: أي لا تظهروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحق ما يرضى به منكم ثم تخالفوه في السر إلى غيره، فإن في ذلك هلاككم. قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا، أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رواه ابن ماجه وصححه الألبانية. وخيانة الشخصية الإسلامية تتضح في أكثر من صورة، منها يا عباد الله أن يكيف دين الله لنفسه ولا يكيف نفسه لدين الله. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من ليس عنده دينار ولا درهم. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. ومن الخيانة أيضا خيانة الأخوة. قال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فتكون هذه الآية أو فيكون المرء على عكس هذه الآية، قوتنا على إخواننا ومحبتنا لأعدائنا، بل خيانة حتى في المشاعر. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، فترى البعض يحزن ويتألم إن فقد درهما أو دينارا، ولكنه لا يحزن أبدا ولا يتأثر على مصائب المسلمين في العالم، وكأنه بمعزل ومنأى عن إخوانه المسلمين. وما هكذا ينبغي أن نكون. ومن أنواع الخيانة أيضا خيانة الكسب. والمسلم الحق يحرص على الحلال في مطعمه ومشربه، فلا غش ولا خداع ولا كذب. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، أي كومة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. رواه مسلم. ومن أنواع الخيانة أيضا خيانة الوطن، وذلك بأن يكون مطية لأعداء الله في تنفيذ مخططاتهم وما فيها من دمار للبلاد والعباد، أو دليلا لهم على عوراتها. والعرب قبل الإسلام كانت ترى في خيانة الوطن جرما يستحق صاحبه فيه الرجم. فقد ذكر في سيرة ابن هشام رحمه الله أن أبرهة بنى كعبة
وأراد أن يصرف العرب إليها، فذهب إليها رجل من العرب وأحدث فيها، أي تغوط وبال في كعبة أبرهة، فعزم أبرهة على هدم الكعبة في مكة، وسير لذلك جيشا، خرج بالجيش معه الفيلة حتى وصل إلى الطائف، فخرج إليه مسعود بن متعب فقال له: أيها الملك، إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون، ونحن نبعث معك من يدلك على مكة. فبعثوا معه أبا رغال يدله على الطريق إلى مكة، وفي الطريق مات أبو رغال، فرجمت العرب قبره جزاء لخيانته. وكذلك ابن العلقمية قد كان دليلا لهولاكو على عورات بغداد وتدمير دولة الإسلام، وما يفعله بعض الطوائف المنحرفة في بلادنا من فتن وقلاقل هذا أيضا من الخيانة، نسأل الله أن يكفينا شرهم. أيها الكرام، هناك سؤال بعد هذا كله: لماذا يخون العبد؟ لماذا الخيانة؟ فنقول: أن يكون العبد عبدا للدرهم والدينار والنساء والمناصب مثل هذا له ثمن يسهل على الأعداء شراؤه. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة. والحديث رواه البخاري، أي هلك من كانت عبوديته لغير الله سبحانه كالمال والكساء، وكلها إلى فناء. أو أن يكون قد فقد الحياء من الله ومن الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. ومن عدم الحياء أن يكون الرجل أمينا للخونة، وكفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة، وقد قيل للخيانة طعم لا يتذوقه إلا الخائنون، وللخيانة رائحة لا يشمها إلا المخلصون. وأما أثر الخيانة فهو كبير على الفرد والمجتمع، لا يأمن أحد أحدا، حيث تترحل الثقة والمودة الصادقة فيما بين الناس، فيحذر كل أحد كل أحد. وقد جاء في الأثر: لا تقوم الساعة حتى لا يأمن المرء فيه جليسه، فقد ينقطع المعروف فيما بين الناس مخافة الغدر والخيانة. ومن قصص العرب أن رجلا كانت عنده فرس معروفة بأصالتها، سمع به رجل فأراد أن يسرقها منه، واحتال لذلك بأن أظهر نفسه بمظهر المنقطع في الطريق عند مرور صاحب الفرس، فلما رآه نزل إليه وسقاه الماء، ثم حمله وأركبه على فرسه، فلما تمكن منه أناخ بالفرس جانبا وقال له: الفرس فرسي وقد نجحت خطتي وحيلتي. فقال له صاحب الفرس: لي عندك طلب. قال: وما هو؟ قال: إذا سألك أحد كيف حصلت على الفرس فلا تقل له احتلت بحيلة كذا وكذا، ولكن قل: صاحب الفرس أهداها لي. فقال الرجل: لماذا؟ فقال صاحب الفرس: حتى لا ينقطع المعروف بين الناس، فإذا مر قوم برجل منقطع حقيقة يقولون: لا تساعدوه لأن فلانا قد ساعد فلانا فغدر به وخانه. فنزل الرجل من على الفرس وسلمها لصاحبه وقبل رأسه واعتذر إليه ومضى. ولله در من قال: أدي الأمانة والخيانة فاجتنب واعدل ولا تظلم يطيب المكسب. اللهم إنا نعوذ بك من الغدر والخيانة، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، إنك على كل شيء قدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، رب الطيبين، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ديان يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. يا رب صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عباد الله، يجب أن تربى القلوب على مخافة الله وخشيته. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة على أحد شوارع المدينة وهو يتفقد الرعية، فسمع امرأة تقول لابنتها: اخلط اللبن بالماء. فقالت البنت: لقد نهانا عمر عن ذلك. فقالت أمها: وما يدري عمر بنا؟ قالت البنت: إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. فتعجب عمر ووضع على الباب علامة. وقعت هذه الكلمة في قلب عمر موقعا عظيما، فجمع ولده وعزم على أحدهم أن يتزوج هذه الفتاة، فتزوجها ولده عاصم، فكان من نسله عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي ملأ الدنيا عدلا. ينبغي يا عباد الله أن نجتنب المعاصي من مبدأها ولا ندعها تستفحل فيصعب درؤها، كما يقول ابن القيم رحمه الله: المعاصي مبدأها خاطرة، فإن لم تدفعها صارت وسوسة، فإن لم تدفعها صارت فكرة، فإن لم تدفعها صارت إرادة، فإن لم تدفعها صارت عزما، فإن لم تدفعها صارت عملا. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. قالوا: وما محقرات الذنوب؟ قال: أرأيتم لو أن قوما أرادوا أن يشعلوا نار فجاء هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود فاجتمعت فأصبحت نارا عظيمة. رواه أحمد والطبراني. ولذلك كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. وأن نعلم يا عباد الله أن البقاء في هذه الدنيا قليل. قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70. رواه الترمذي. فما قيمتها أمام خالدين فيها أبدا. والدنيا ساعة فاجعلها طاعة، فلما الخيانة والكذب بعد ذلك؟ تأمل معي يا عبد الله قول الشاعر في وصف الدنيا وقصر نعيمها: أذان المرء حين الطفل يأتي، وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محياه يسير، كما بين الأذان إلى الصلاة. أي الأذان في أذن الصبي عند الولادة، والصلاة على الميت عند موته، دليل أن مكوثه هو ما بين الأذان إلى الصلاة. فما أحقرها من دنيا، ما أحقرها من دنيا وما أهونها. والله يا عباد الله، والله ليس في الدنيا ما يستحق أن نختلف عليه أو أن نكره بعضنا لأجله. فعنوان الدنيا كل من عليها فان، وعنوان الآخرة خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. فيا عبد الله، يا أيها الحبيب المبارك، والله إني لأحبك، فاعمل الخير واصفح واعفو وتغافل واستغفر كثيرا، تكن أسعد الناس في الدنيا والآخرة. اللهم أسعدنا في الدنيا والآخرة، اللهم أسعدنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة، اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة، اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة في أقوالنا وأعمالنا ومشاعرنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والشقاق والنفاق وسوء المنقلب والأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت،
واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقبل توبتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أرادنا وديارنا وأمننا بسوء اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء يا رب، كلهم ناصرا يوم قل الناصر وكلهم معينا يوم فقد المعين. اللهم إن ليل الغرباء قد طال فأنر ليلهم بصبح عاجل وفرج قريب يا سميع الدعاء. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. اللهم نور على أهل القبور قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين يا رب. اللهم من كان منهم حيا متعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. استعملنا في طاعتك، اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نحبك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، أعطنا ما تمنينا وفوق ما تمنينا من خير الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.